اهلا بكم مشاهدي الكرام. فقرتنا الاخيره لهالصباح رح نتعرف اياكم على طريقه تعقيم والعنايه بمنازلنا وتحضيرها لموسم الصيف. يمكن احنا بنتحدث على موضوع المكافحه الامنه والمكافحه المتكامله ومكافحه الحشرات. صحيح احنا بموسم الشتاء وما في، لكن الوقايه واجبه، لانه احنا بنعرف انه في تفاصيل بسيطه يمكن احنا نساهم من خلالها باستخدام مواد متوفره منزليه افضل من شراء هذه المبيدات الموجوده في الاسواق. على كل حال تفاصيل اكثر مع ضيفي الكريم اللي بدي اعرفكم عليه، المهندس ناصر روميه. مهندس ناصر هو باحث حشرات في المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي. اهلا وسهلا فيك مهندس ناصر. طيب انا لما حكيت مع حضرتك سألتك هيك كم من سؤال، على قلت لي ذكرت لي معلومتين، مكافحة آمنة مكافحة متكاملة. نعم. فقلت لك أنا بحب أعرف شو الفرق بيناتهم، يعني نعم. يمكن هم مصطلحين أنا بفكرهم واحدة بس هم طلعوا تنتين. بالواقع أنه لما نحكي عن المكافحة الآمنة والمكافحة المتكاملة، الهدف العام منها الحد من الاستخدام للكيماويات والمبيدات بشكل خاص. هاي الآمنة، هذا الإطار العام للمكافحة الآمنة أو المكافحة المتكاملة. المكافحة الآمنة بتختلف، هي نفس الخطوات ونفس الطرق ممكن نتبعها، لكن المكافحة الآمنة إذا اضطرينا في المكافحة المتكاملة ممكن أن نستخدم نضطر لاستخدام المبيدات في مرحلة معينة عند زيادة مستويات الحشرة لمستويات ما بيقدر الوسائل نسيطر عليها. أما بالمكافحة الآمنة إذا اضطرينا، إذا زادت مستويات الحشرات عن الحد المسموح فيه، فالاستخدام المبرر إنه مشان نحد منها فقط مواد عضوية بيئية من بيئتنا وقادرة على تقليل حجم وخطر هاي الآفة. نعم. طيب شو خطوات أو شو طرق المكافحة الآمنة اللي إحنا بدنا نستخدمها كسيدات بيوت؟ خطوات بشكل عام، الخطوات المكافحة، جميع طرق المكافحة اللي إحنا حابين أو حاطينها بعين الاعتبار، لازم نأخذها بعين الاعتبار إنه تكون يعني متوافقة مع الواقع الموجود في الآفة. أول شيء بدنا نحدد ونرصد ونكشف إنه هاي الآفة موجودة عندنا، نحدد شو نوعها، بعدين نشوف إيش أفضل طريقة للقضاء عليها والحد من خطورتها. طب أنا بقدر أحددها، يعني بقدر أعرف شو الطرق؟ ما بعرف. الحين في البيت أنا بقدر يعني أحدد، يعني مثلا زوجتي بتقدر تحدد انه هاي الافه بدها علاج، بدها زوجتك مرتاحه لانك انت رح تحدد. لا لا شوفي بيت التجارب خلها، يعني صراحه ما بتدخل في, في 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 الامور هاي في البيت، بفيد غيري بس في البيت ما بتدخل انا. سبحان الله. هاي طبيعه موجوده في كل جميع المنازل. هلا انا كيف بدي احدد هلا، يعني انه موضوع ايش موجود في حشرات في المنزل او حوالين المنزل، مش بالضروره جوا المنزل. نعم. يعني في حوالين البيت في بيكون عناك، بيكون لدان، هاي ال 44. نعم. يعني اشياء كثيره بتكون، نحددها وكيف نعرف شو الطرق المكافحه. الحين اي افه او اي حشره او اي مرض بده ظروف مشان تتواجد فيه. على الاغلب كل معظم الافات سواء كانت حشريه او مرضيه في لها يعني خصائص مشتركه، اللي هي الحراره والرطوبه. الاماكن الرطبه هي اماكن تجمع ان الحشرات. كيف انا اقدر احددها اذا كان نباتات منزليه او نباتات في الحديقه؟ هاي سهله جدا من خلال المراقبه، زي ما قلت لك الاستكشاف، المراقبه، الرصد، هاي اهم خطوه حتى في المزارع التجاريه والمشاريع النطاق التجاري هائل، بنحكي لهم دائما انه المراقبه الافه، بحيث انه اشعر انه انا راقبت واكتشفت الافه في بدايتها، بخفف كثير من مصاريف وتكلفه العلاج وتكلفه الوقايه من هاي الافه. عشان هيك احنا عم نحكي هلا انه احنا يمكن موسم الشتاء ما في الحشرات في المنزل، بس اذا احنا هلا ساهمنا بانه نقضي حتى على بيوضها وعلى تكاثرها، بالتالي احنا نضمن صيف خالي من الحشرات، مش هيك؟ بالتاكيد، بس بحب احكي انه الحشرات لا تختفي بالشتاء وتظهر بالصيف. ممكن انه بالشتاء بتعيد نشاطها او بصير عندها نوع من بنحكي له بيات شتوي، بتعمل نوع من البيات الشتوي، بحيث انه في طور من اطوار حياتها، مش شرط انها تكون الحشره الكامله، ممكن عن طريق البيوض او عن طريق العذاره او اليلقات تاعتها بتدخل في مرحله من البيات الشتوي، معروفه هاي الدائره. الحين الاماكن اللي احنا ما بنتوقعها في البيت وفي المنزل هي الاماكن اللي هي بتفضلها الحشره،
الاماكن اللي زي ما حكينا احنا فين عاملين اساسيين حراره ورطوبه، وين المتوفرات هذول؟ اكثر شيء متوفرات في المطبخ خصوصا في مطبخنا والحمامات. الالات او الاجهزه الكهربائيه الموجوده في منازلنا هي مصدر للحراره ومأوى للرطوبه، فبالتالي هاي بؤر ملائمه لتوالد او الاستكانه او التخزين لهي الافات. فاي شيء بدي اعمله انا يعني ادور انا على الاماكن هاي ومن هناك تنطلق ارصد التعقيم او التنظيف واعمل بالشغلات المفيده مثلا ورا الثلاجه ورا الغساله ورا اي جهاز كهربائي في المطبخ عندي مراوح. هاي بؤر بعيده عن الاطفال، يعني اذا حطيت ماده ممكن تاثر على الطفل، شايف تكون بعيده ما بده يوصل لها. فهاي نقاط جوهريه واساسيه من حد من خلالها من انتشار الافات في المنزل. هلا احنا اتفقت مع حضرتك انه في اشياء منزليه انا ممكن استخدمها للتعقيم او للتعامل مع الحشرات، ايش هي؟ زي ايش؟ وكيف تكوينتها او تركيبتها ممكن تكون؟ بصراحه يعني قضيه انه في البيت في شغلات كثيره ما بتخطر لك على بال موجوده، ممكن انه بشكل بسيط تتعامل معها وتكون بتعمل لنا نوع من الحمايه والوقايه من الافات. بدي اعطيك بعض الامثله اللي حاضرها يعني واللي تعاملت معها. يعني في مثلا بخاخ الثوم. بخاخ الثوم اللي هو نعمل بنجيب الثوم بنقطعه وبنغليه بنضيف له برش الصابون العربي هذا وبعدين بنصفيه وبعدين بنحله في مثلا 2 ملي لتر ماء وبنصير نرشه على نباتات المنزل فبيعطينا حماية وطارد الحشرات. الشغلة الثانية بنعيدهم معلش التومين هاي واحدة هاي التومة طبعا اي تفصيلات اخرى انا استاذ املك في لما انا بدي افيد اللي عم بيشوفونه يعني هي قضيه الثوم مع برش صابون هذا النابلسي الابيض الصابون مش المعطر الصابون البلدي بنحكي عنه اللي بنستخدمه اللي بنصنع طيب نبرشه ونغليهم نعم ونصفيه وبعد ما يبرد بنصفيه بعدين بنحط مثلا معلقتين على لتر ميه وبنحط في البخاخ ونصير نرش فيهم هذا للبعوض للحشرات للناموس للذباب برضه ممكن ليرقات او العثث والفراش هاي وحده بس ريحته يمكن مش حلوه في البيت بتكون ولا لا؟ مش هيك بحكي لك بنخففه احنا لما نخففه يعني ملعقه على لتر او لترين ميه ما راح تكون هالرائحه غير هيك احنا وين بنسلطه على النبات النبات يعني بستقبله ممكن كمان في نسقي في نفس النبات اذا في كان افات في التربه فطريات او ديدان تعبانيه نيماتودا فبخفف وبطردها وبكون قادر على انه يخفف من العبء او الضرر اللي ممكن تسببه على النبات. في مثلا في الصيدليات في ماده اسمها البرك اسيد عباره عن ملح بنخلط مع سكر وبنحط في زي ما قلت لك بالاماكن ورا الثلاجات ورا الهاي زي اكياس صغيره او ممكن تحطيه كباودر ورا الثلاجات يعني مش بنحل هو هيك بنحط تخلطي خلط نفس هو عباره عن باودر هذا البوريك اسيد مع السكر الناعم مطحون بوريك اسيد شو تكوينته شو هي؟ اكيد اسيد وايش؟ لا هو اسيد بس على شكل باودر هو اوكي بنضع بالصيدليه يعني بتاكل بوريك اسيد الصيدليه بيعطيك اياه مش خطير يعني لا مش خطير جدا الحلو زي ما حكيت لك انه وين بنحطه في الاماكن خلف الثلاجه خلف ال هذا بيمنع اذا في صراصير هاي يعني بيكون عامل طرد لها واذا الرياقات الصراصير طبعا لما احكي لك رقات هو ما في رقات الصراصير صراصير حريات بتفقس لحريات الحريه بتشبه بكون فصول صغير يعني بنحكي عنه بس هو مرحله غير كامله من الحشره الكامله بس يشبه الام بشكله هذا متواجد على مدار السنه في المطابخ وبكون مأوى وبؤره البرد بأثر عليه بده حراره وبده رطوبه مشان ينتشر شايف هاي وضعه في هاي الاماكن هاي البرك اسيد مع السكر بيعمل على تطريده يعني بعطي نوع من الرائحه النفاثه له اذا كان في مكان بهرب من المكان اذا اكل منه على المدى البعيد بكون له قدره على القتل
في عوامل اخرى يعني انا بشجعها في لست البيت مثلا انه تعملها بالحديقه المنزليه عندها. مبدا ايش بنحكي له اسمه الزراعه المترافقه، نبات نزرع بجنب نبات، مثلا نزرع التومه والبصل بجنب النباتات زي ما حكينا، جذورها بتفرز مواد زي ما حكيت لك طارده وفي لها برضه قدره على الحد من خطر وتطور الافات وخصوصا افات التربه. يعني مثلا تحت شجره الليمون نزرع تومه ونزرع بصل، هيك قصدك؟ نعم مثلا نعم تعمل شيء مضادات طبيعيه، مضاد طبيعي وامن ل انا بحمي نبتي، وبالاضافه انه مصدر للصرف المنزلي من انتاج البيت. هي واحده. استخدام في مكافحات بنحكي لها فيزيائيه، استخدام الحراره مثلا، تسخين المي اذا كان عندي مشكله في التربه، المرض موجود في التربه او في ديدان تبني في التربه، مثلا بسخن الميه على درجه حراره معينه وبسقيها للتربه، بحيث انه اذا فيها افات، بيوض يرقات حشرات، بيوض حشرات، انه هاي المي السخنه بس ما بياثر على الجذور؟ لا لا، بتعرفي انه قدره طبيعه التربه قدره على امتصاص الحراره وتمريرها فائق جدا، ويعني عبين ما توصل لمنطقه الجذر بتعرفي في على الاقل في 20 سنتي. نعم. لما توصل الجذر بتكون هاي ممتصه كامل الحراره. ضل بدي شيء للذباب، هلا الذباب المنزلي هذا مزعج وما فيش بيت ما فيهوش، يعني بتفتح باب هالمطبخ بفوت الدبان. انا بعتبره من اهم المشاكل في اي مكان، في البيت، في المزرعه، في اثناء في اماكن الاستجمام موجود الذباب وين مكان. انك تتعامل مع الذباب المنزلي بدك تاخذ كافه الاحتياطات اللي انت ممكن تتخذها في البيت، يعني استخدام الشبك، العوازل، في المطبخ ما اخلي الثمار او الاكل او بقايا الاطعمه بس مكشوفة. ما فيش خلطات منزليه لطرده مثلا من البيت؟ والله هو الخلطات المنزليه لا اخفيك هو الذباب مشكلته انه ينجذب الى الرائحه، اذا في خلطه منزليه راح تكون رائحتها منفره داخل المنزل، انا في خلطات منزليه بعملها يمكن المزارع على مستوى الحدائق الكبيره بيكون في ركن بعيد عن مكان القعده ومكان الجلسه، فهذا تجي الحشره، لكن زي ما حكيت داخل المنزل ممكن داخل المنزل استخدم اساليب ثانيه، في الجهاز الكهربائي هذا اللي بيقوم بلقط الحشرات، لكن مرات ممكن صوته مزعج، في الحين صارت في عباره عن اشرطه لاصقه تنوضع في اماكن معينه في المطبخ، وهي بيجي تنجذب لها الحشره والناموس والهسس وما شكل. معلومات مفيده مهندس ناصر رومية، شكرا جزيلا لحضرتك وصباحك طيب ان شاء الله. الله بتمنى انه يعني الستات استفادوا من هالمعلومات. مشاهدي الكرام لهون بنتهي لقائنا مع حضراتكم، غدا صباحا يوم جديد باذن الله، تحيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.